السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على الشغل مع الكوانتيفيكيشن اللي بيتسطب جوه الاوتوديسك ريفيت. طيب، اول حاجة ممكن ان احنا نعملها ان احنا نغير اللغة. لو احنا عايزين نشتغل مثلا بالالماني، بالروسي، بالبرتغالي، بالفرنسي، طيب احنا مثلا عايزين نشتغل على البيلدينج بوك اكستنشنز. فبدخل على الكالكوليشن سيتنج، بلاقي ان في اعدادات انترناشونال ستاندرد موجودة. ممكن تقول له لا، انا عايز اشتغل مثلا على جيرماني، تمام. ممكن تقول له خليها هي الديفولت للحاجات اللي هتيجي بعد كده، اوكي، تمام. فبيبدأ يديك بعض الاختيارات. على سبيل المثال مثلا الول اوبننج باي سكوير متر ممكن تتجاهلها مثلا، يس اور نو، تمام. الول اوبننج باي سوليد ميجر، الفلور والسيلينج والفاونديشن لو في اوبننج، تمام، هل يتجاهلها ولا لا. كل الحاجات دي مهمه، بحس ان تشوف انت الاختيارات. في العادي في البرنامج الريفت ما بيديكش اختيارات، هنا بيديك اختيارات انت تقدر تختار. ممكن تقول له ريستور ديفولت، تمام، وبعد كده ممكن تقول له انا عايز كالكوليشن بيلدينج بارت. فبيبدا يديك بعض الحاجات، بيقول لك سيلكت ميثود، انت عايز تختار من خلال فلتر اليمنت ولا من خلال سيلكت جرافلي ان بروجكت. الليفل الفلتر، فممكن تختار بعض الليفلات انت مش عايز تدخلها معاك. الديتيل ليفل، درجة التفصيل ممكن تخليها فاين او ميديم. هنا الكونسيدر فور ويندو اندور، كونسيدر اكستنشن بارت، وبعد كده بتقول له كالكوليت. فهو بياخد وقته في ان هو يعمل الحسابات بتاعته. هو دلوقتي خلص، فبقول له هنا بيقول لي في عنصر واحد بس، حيطه واحده ما تعملهاش الاعدادات. فبقول له اوكي، فبيبدا يفتح لي الشاشه بالشكل دوت. فانا ممكن اقول له انا عايز اشوف البيزك وول، عايز اشوف النوع ده بس، عايز اشوف النوع ده بس. هو بيجيب لي رقم بتاعهم ودي المعلومات الخاصه بيها، الفوليوم، الانر، الاوتر، الكيو اي دي، وهكذا كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن تدوس هنا فيبدأ يجيب لك اذا كان في اكتر من عنصر، ودي الماتيريال اللي موجودة فيها، ودي الاريا. تقدر تعمل سيلكت وتقول له هايلايت، فيبدأ يعمل هايلايت على العنصر دوت بالشكل ده. فتقدر اي عنصر تحب ان انت تشوفه تدوس هنا وتقول له انا عايز هايلايت، فيبدأ يوريه لك. جو تو اليمنت، دو جو تو هوست اليمنت لو انت عايز. هنا الايزوليت ممكن تقول له ريليتد اليمنت، الهايلايت ممكن بالاليمنت او بالاريا زي ما انت عايز. يوز فيو، احنا عايزين نشوف الان فيو، فانا مختار ال 3 دي. لو في اي فلاتر انت عايزها تقدر تشوفها. على سبيل المثال انا عايز فلتر مثلا الاريا الاكبر من 5 متر مربع مثلا، وهكذا، تمام. ده كالكوليتد كوانتيتيز، ممكن تقول له سامري فيبدا يجيب لك سامري للعناصر بتاعتك او بالشكل دوت. طيب خلينا نختار كده، يبدا يجيب لي كل حاجه بالتفصيل اهيت. زي ما انت شايف جاب لي الكاونت، وجاب لي الاريا، وجاب لي الفوليوم واللينس وكل شيء، فوت برينت، فيرتيكال، سايد، كل التفاصيل اللي موجوده. فدي فايده الاداه ديت. على اساس ممكن واحد يقول لك ليه ما نحصرش بالادوات اللي موجوده في الريفت العاديه. طيب بعد كده بتقول له اكسبورت. خلي بالك هنا اكسبورت ممكن تصدره الاكسل او ممكن تصدره لحاجات تانية. خلينا نصدر الاكسل وبعد كده نختار نشوف هنصدره ايه تاني. وفي تمبليت تقدر تعدل التمبليت، وفي ان انت تحط صورة لكل العناصر اللي انت هتعمل لها حصر. ففي اختيارات كويسة جدا في البيلدينج بوك اكستنشن. طيب دلوقتي بقى تعالى نفتح ملف الاكسل كده، هنلاقي هنا البيزك وول، هتلاقي كل التفاصيل اللي موجودة، element وfunction وماتيريال والهوست، كل المعلومات اللي انت محتاجها للحصر. نخلي بالنا المشروع ده صغير، انا مختاره يعني اساس ايه، في مشاريع تانية كبيرة هتهنج معانا الجهاز، عشان كده انا محبش ان اشرح عليها. هنا بقى المجموعة بتاع كل حاجة بالتفصيل زي ما انت عايز، حاجة ادفانس كتير على اللي احنا متعودين عليها. دي كل شباك بالصورة بتاعته وبالحاجات ديت،
من غير الأداة دي كنا بنتعب جدا عشان نحط صور كل حاجة في المكان بتاعها، الدور، الأوبننج، الفلور، الشيت سيلينج، الشيت سيلينج والروف بيزك، تمام، الشيت ستراكشر. زي ما شايفين أداة ممتازة جدا وحلت لنا مشاكل كثيرة كنا بنبذل جهد كبير على ما نقعد نعملها، وأصبح الموضوع بيتم بشكل تلقائي. زي ما شايفين في مكان للقلم والأعمدة، بس احنا كنا عاملينه في ملف تاني غير الملف المعماري. البوابة هيت كلها موجودة بالتفاصيل، ليفت رايت كل اللي انت عايزه. فإن شاء الله الأداة دي يعني تعجبكم وتشتغلوا بيها في كل المشاريع اللي انتوا هتشتغلوا بيها إن شاء الله.